من المسؤول عن معصية الأكل من الشجرة المحرمة؟ القرآن الكريم يشير إلى آدم فيقول بدون مغاربة: وعصى آدم ربه فغوى. ولا يوجد في القرآن أي دليل على أن حواء هي وحدها أو السبب الرئيسي عن ارتكاب هذه المعصية. في الكتاب المقدس لدى المسيحيين: من هو المذنب؟ إنه الحية بالدرجة الأولى التي استطاعت أن تقنع حواء، وحواء بالدرجة الثانية، أما آدم فقد كان ضحية مؤامرات الحية ومؤامرات حواء معا. وتكفي إجابته لله سبحانه وتعالى حينما سأله عن الأكل من الشجرة، فما كان إلا أن قال له: إنها المرأة التي أعطيتني إياها. إذن فحواء تقريبا هي من أغوى آدم بالأكل من الشجرة